مستويات: المستوى الأول من التعليم الابتدائي، أصل بخط أو أكمل؟ هنا نكمل أولا، هنا لدينا هنا 4 و3 و7، ثم هنا نكتب 9، 9، عفوا، ثم نكتب هنا نصل بخط أولا 4 3، يعني علينا أن نكتب 3 هنا، سبعة، هكذا أنجزنا التمرين. أملأ البطاقات بالأعداد المناسبة، أملأ البطاقات بالأعداد المناسبة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة كذلك. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. نجز التمرين الثالث. أكتب عدد الأقلام الملونة: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 بالأرقام. بالحروف. عشرة، ثم الآن مع التمرين الرابع أشطب العناصر الزائدة وأكمل الرسمة: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 ثمانية، تسعة. العناصر الزائدة 3، 3 عناصر زائدة على 9. هنا العناصر سنأخذ لون، ثم نكتب 7، لدينا 1، ثم نضيف 6، 2، 3، 4، 5، 6، 7. ألون بطاقة العدد 8. هنا 4 زائد 3 7، 5 زائد 5 10، 8. أربعة زائد أربعة يساوي 8.
3 زائد 5 يساوي 8 كذلك. عشرة، سبعة زائد واحد يساوي ثمانية، ثمانية زائد اثنان يساوي عشرة. هكذا أتممنا إنجاز التمرين الخامس، ثم الآن ننجز التمرين السادس. أقارن باستعمال الرمز المناسب، أصغر أو أكبر أو تساوي. 8 3 أصغر أصغر من 8، 5 أكبر من 4. 3 زائد 2 يساوي كم؟ يساوي 5، 5 أصغر من 7. 8 زائد 2 يساوي كم؟ يساوي 10، وهنا 10، إذن 10 تساوي 10. الآن مع التمرين السابع، ورتب الأعداد التالية من الأصغر إلى الأكبر. 5 1 9 4 6 أصغر عدد، عدد 1، ثم يليه هنا بين هذا الأعداد 4، ثم يليه 5. من الأفضل أننا واحد مثلا قلم الرصاص، ثم أربعة، ثم الآن خمسة، بقي لنا فقط ستة، بقي عدد أخير هو تسعة. أحسب المبالغ التي يملكها الأطفال. مريم لديها 5 دراهم، 6، 7، 8، إذن 8 دراهم، لديها 8 دراهم. فقط 8، فقط هكذا. هنا أحمد لديه 10 دراهم، وريم لديها 4 دراهم. من يملك أكبر مبلغ؟ طبعا أحمد، أحمد هو الذي يملك أكبر مبلغ. طبعا هذا الدرس غير موجود الآن في هذا المقرر، في مقرر هذا السنة. اكتب العدد المناسب أسفل كل بطاقة، هذا امتحان آخر. اكتب العدد المناسب أسفل كل بطاقة. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 أحسب المجاميع الآتية: 1 زائد 2 يساوي 3، 2 زائد 2 يساوي 4، 3